أحمد عبد كاري قرقر مدحبينها قل مذوق وميل فقارة كلها اللي بقلال كميدا شعب كادك مدى حيبات كهوبيو يقوبل كمذوق عيا شاقي إن مملكيس وكشخين دونو دسمها دقدة هوبيو وميل بلو أهجوغا وحانا لنا عاكلا وباقي إني كقيب نقضان هرماركا أيو نبدا ديغان كا وعلى يا المدن يا المروي وحانا كيما اللي ناسو دوين تبديغان شرفت بضان ولا النبدا يكالقعر وكم مغضو إنا كهو قلنا ددك وقلنا وقلت شانس كفي عن كيف هذا السنة أنا وحاكم من الرئة أرقولة سنة درت وإن الأبنية يحسن لولينا يهور مركة كيف غلطان سكة على حلو سلطان لا شقيه حياتها أبنية سأنس كيرا للعروقة متك جدك جرا هي قوة جحصدة هي واحد دين ودعا يا أردن لا حريه حياتها أبنية لا شقيه نبك استور جير كرا هي تجار قلاك استمرار وقص مجابة دعمة الجورا مركان كه الله degmada oo go'o hore loo bixiyay dawladda ku meel gaarka ah ayaa degmada ay tahay ugu dhawaaqay oo dalka soo maray annaguna wax inta ka dhiman hab raaca iyo sharciyadaana ma isreyna hobyo waxa ay ka mid tahay deegaano dhawaan oo safar shaqo ah ku maray Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha maamulka galmudug waxaana uu kulamo la qaadan doonaa odayaasha iyo dadka deegaanka Xamuuda Cad Radio TV City Muqdisho